نتكلم عن دور الكابتن محمود الخطيب، بما انه طبعا اسطوره كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه والافريقيه ورئيس بعثه النادي الاهلي هنا، بخلاف يعني دور كابتن محمود الخطيب مش من النهارده، مش في كاس العالم للانديه، ده من اول البطوله. وعايز اقول كمان يعني اول انهي بطوله؟ البطوله بتاعت افريقيا. بطوله افريقيا، بطوله افريقيا. والناس بس بتنسى، لكن هي المفروض الناس اللي موجوده في الحدث ما تنساهوش. يعني بطوله الدوري 2018 و2019 اللي احنا خدناها واللي كنا متاخرين فيها هي اللي وصلتنا هنا. خلي بالك يعني انت لو ما خدتهاش تمام، يعني كنت انت بتاخد اول وتاني، كان ترتيبك متاخر جدا بفضل التدعيمات ومتابعه كابتن محمود الخطيب، كان مشرف عام على الكوره وقتها وما زال طبعا، يعني دعمنا شويه كويس قوي في يناير، قدرنا ناخد البطوله، شاركنا في افريقيا، خدناها، جينا كاس العالم خدنا مركز ثالث. فدور كابتن محمود الخطيب مش من هنا بس، من الاول خالص. عايز اقول لقطه بمليار جنيه النهارده في مباراه بايرن ميونخ في النهائي، الجمهور اللي قاعد ده قاعد يشجع الاهلي، يعني المباراه شغاله والعناصر اللي موجوده والقيمه التسويقيه اللي موجوده في فرقه بايرن ميونخ اللي معدي تقارب المليار و200 ولا المليار و300 او اكتر او اقل بشويه، والجمهور اللي موجود ده كله على لاعب وجهاز كله عضو في جهاز بيبين لك الاهلي ده يعني عند الناس ايه. الاهلي ده عند ناس كتير جدا مش شعارات ولا كلام انشا، ده بالنسبه لهم اكل وشرب. يعني زي ما بتحب اسرتك واهلك وعيلتك وزوجتك ومراتك وزوجتك واولادك، انت كمان مرتبط بالاهلي بشكل كبير قوي. بتلاقي واحد كفيف جاي مراته جايباه وبتشرح له الاهميه، الحاجات اللي بتاثر فيك تقول لك يعني احنا ممكن ما نكونش ما نزلناش مصر بقالنا فتره ولا حاجه، بقالنا سنه ولا سنتين او يعني عشان كورونا، احنا اكننا شفنا مصر في النادي الاهلي. فيعني اللقطه اللي كانت موجوده النهارده وتشجيع الناس مع ان النهائي شغال، اعتقد انها تسوي حاجات كتير قوي وليها معاني كبيره جدا. لا، وبيطلبوا العشره يا اهلي والسوبر يا أهلي. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي كان ليه دور كبير جدا في الحقيقه في البطوله دي؟ اقول لهم افرحوا، انتوا عندكم يعني الحمد لله رب العالمين، ممكن ناخد، بيبقى في قرارات انتوا عارفينها كويس قوي ان ممكن تبقى مش مصلحه الفرقه فنيا في وقت من الاوقات، في وقت من الاوقات، لكن هو ده الصح وربنا بيكافئك على كده. ممكن تلاقي نفسك يعني انت عارف كويس قوي ان انت ممكن تخسر النهارده لكن هتكسب بعد كده، والعكس صحيح. احنا مش المدرسه دي ان انت تكسب النهارده وتخسر بعد كده، احنا المدرسه بتاعت ممكن اخسر النهارده بس اعمل الصح واعمل اللي انا مقتنع بيه واللي اتربيت عليه واللي ماشي عليه، ربنا هيكافئني. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ على هذا.